بسمع اخبارها ايه معاها سبحان الله. ليلتكوا فل، ليلتكوا ورد. ولا يهمك ولا تزعل، ارضى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. البسمة أخبارها إيه معاك؟ ها؟ أخباركوا إيه؟ لا تحزن وابتسم الحال. الأولاد دلوقتي ما يعرفوش غير بابا اللي بره، بابا اللي بيزعق، بابا اللي بيشخط، بابا اللي صوته عالي، بابا يا عم عايزين بابا بقى اللي مبتسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويحب التفاؤل ويحب البشر. الدنيا مش مستاهلة الواحد يحزن أبدا على أي شيء من حطام الدنيا، احزن لو فاتتك ركعتين قيام ليل، احزن لو فاتك ورد القرآن، احزن لو جلست يوم كامل ما تذكرش المولى عز وجل، احزن لو فاتك بر الوالدين، احزن لو قطعت الرحم، احزن لو عملت زوجتك معامله مش كويسه، احزن لو انك انت اسأت الى جارك، احزن لو اكلت مال حرام، احزن لو فاتتك اي طاعه تقربك من ربنا سبحانه وتعالى.